كتبت كتبت وما بقالي حتى حرف، وصفت وصفت وما بقالي حتى وصف، نقولها باختصار ونمشي، نسي بلادي نسي ونص. علاش تقصد نسي ما تكفيش؟ انا مرأة تونسية، انا حفيدة الجزية الهلالية، انا مؤسسة الحضارة القرطاجية، كنت قايدة في الحروب، كنت الرابحة مش الضحية، وبعمري ما كنت ناقص العقل والدين، الراجل ماهوش قوام عليا، مجالة الاحوال الشخصية زادت كسحت لي راسي وثبتت رجلي. توحيدة ومايا وبشيرة بن مراد دافع عليا واطلقوا يدي، وليت البنية في زمانها والناس في العالم يحبوا يخلطوا علي. شي ناقص برشا حاجات. انا مرأة تونسية حرة وحد ما يتحكم فيا، اما مجتمعنا يحب يفرض روحه عليا. مش صحيح ما يجيبها لرجالها، واذا كان كيد رجال كيدين كيد المرأة 16، العقل فيت الزين ويسعد اللي حازهم الاثنين. اما الزين مش مهم، الفايدة في المخ والعقل. هكا نجم نقوله انه المرأة كالشمس كالقمرة كالسماء كالنخلة شامخة لا تموت ولا تهبى، تتحمل العطش حتى لو كانت في أرض قحلة، ورغم هذا توفر للكل الظل والنعمة وتحمينا من كل شر وغزرة.